باب الغراب يشوف زميله تشيري ادريانو في موقع طيب يمرر الكره داخل منطقه الجزاء ثانية هجوم ثاني والهدف الأول عن طريق بولبابا غراب. إذا افتتاح النتيجة في الدقيقة 32 ثانية، يعني دقيقتين ونص على انطلاق المباراة أمامنا بولبابا غراب. وهذه الإعادة حازم الشيباني ممتاز يراوغ يوزع تقريبا على مستوى يعني نقطة ضربة الجزاء. الكرة الرأسية الأولى يرجعها الحارس والثانية بولبابا الغراب، الأولى كانت من تشيري أدريانو،
ينجح الحارس امام بوجبغره ما يتركش الفرصه تروح.